تخطيط الاحتياجات من المواد نظام MRP Material Requirements Planning. تخطيط الاحتياجات من المواد ده النظام لتخطيط الانتاج ومراقبة المخزون باستخدام الحاسبات الالكترونية بيتم وفقا للخطوات الاتية. اولا اي بداية عمل بتبتدي من ادارة التسويق، ففي احدى المنظمات قسم بحوث التسويق يتنبأ بالطلب او بيتلقى طلب العملاء، يعني المنظمة اما بتشتغل بالطلب او للسوق، بتتلقى الطلب على المنتجات تامة الصنع فهو زي الطلب المستقل اللي هو المنتج التام، من حيث بقى المواصفات والكميات ومواعيد التسليم. يعني مثلا على سبيل المثال شركة بتنتج أساس خشبي تلقى الطلب بإنتاج 1000 كرسي من الطراز سي، ومطلوب توصيلها أو تسليمها في 1/7/2022. نظام تخطيط الاحتياجات من المواد للنظام لتخطيط الانتاج ومراقبة المخزون باستخدام الحاسبات الالكترونية وبيعمل وفقا للخطوات الاتية. اول بداية العملي بتبتدي دائما من ادارة بحوث التسويق التي تتنبأ بالطلب على المنتج او بتتلقى طلب العملاء على المنتج التام، هنا ده اسمه طلب مستقل. الطلب ده لازم يبقى فيه 3 اشياء: مواصفات الكرسي، مواصفات المنتج، والكميات ومواعيد التسليم. مثلا على سبيل المثال مطلوب مني أسلم 1000 كرسي من الطراز سي في 1/7/2020، ده اسمه الطلب المستقل. يبقى المنتج النهائي اسمه الطلب المستقل، هيتم تحويله بعد ذلك إلى طلب مشتق. هنعرف حالا يعني ايه طلب مشتق. نظام تخطيط الاحتياجات من المواد ده نظام لتخطيط الانتاج ومراقبة المخزون باستخدام الحاسبات الالكترونية، بيعمل وفقا للخطوات الاتية. اول خطوة في عمل اي منظمة بتبتدي من ادارة التسويق او قسم بحوث التسويق في هذه الادارة الذي يقوم بالتنبؤ بالطلب على منتج معين او بيتلقى طلبات العملاء. دايما الطلب ده بيبقى على منتج تام الصنع وده بيسمى طلب مستقل. الطلب ده لازم يحتوي على 3 أشياء: المواصفات، الكميات، ومواعيد التسليم. يعني على سبيل المثال مصنع لإنتاج الأساس الخشبي تلقى طلب بتسليم 1000 كرسي من الطراز سي في 1/7/2020، ده اسمه الطلب المستقل. إدارة بحوث التسويق بتحول هذا الطلب لإدارة تخطيط الإنتاج عشان تحوله لطلب مشتق. هنا بقى إدارة تخطيط الإنتاج بتتلقى هذا الطلب من إدارة بحوث التسويق، بتحول الطلب المستقل اللي هو على الكرسي إلى طلب مشتق، يعني أجزاء الكرسي. يعني لو تخيلنا مثلا الكرسي بيتكون من ظهر واحد، قاعدة واحدة، 4 أرجل، 2 يد. يبقى هنا حولنا ايه الطلب المستقل على الكرسي الى طلب مشتق، يعني قسمناه الى طلبات اجزاء وخامات زي ظهر الكرسي، قاعدة الكرسي، الارجل، الايدي. بعد كده كمان بنحول الطلب على قاعدة الكرسي الى قد ايه جلد، قد ايه سفنج، قد ايه مسامير، قد ايه غيره الى اخره. اي منتج في الدنيا بنفضل ننزل كده لغاية اصغر اجزائه، وبنحدد بقى في قسم تخطيط الانتاج ايه الحاجات اللي احنا هنصنعها، ايه الحاجات اللي احنا هنجمعها، ايه الحاجات اللي احنا هنشتريها. وبعد كده بنصدر، بنحول الكلام ده لإدارة المشتريات اللي هي بتبتدي تشوف هتشتري ايه، وبنحول الكلام برضك الى إدارة الصنع عشان نشوف هنصنع ايه او هنجمع ايه. قبل ما بنعمل الكلام ده بنعدي على المخازن الاول ونشوف ايه الرصيد الموجود من كل احتياج من هذه الاحتياجات، بنحسب الكمية الموجودة المطلوبة وبنشيل منها الكمية الموجودة في المخازن، وبنحدد هذه الاحتياجات اللي هنصنعها او هنشتريها. يبقى هنا بنحول الطلب المستقل على الكرسي الى طلب مشتق من خامات واجزاء وخشب وبلاستيك وجلد الى اخره. نظام تخطيط احتياجات من المواد بيحقق مزايا عديدة للمنظمة. أولها بخطط بصورة جيدة للحصول على احتياجاتي من المواد، بخفض كمان حجم وقيمة المخزون لأن بخزن على قد احتياجاتي بس،
براقب بفاعلية على المخزون، بيبقى فيه تنسيق أفضل بين إدارات وأقسام المنظمة. عشان أطبق نظام تخطيط الاحتياجات من المواد أو MRB، المفروض يبقى عندي شوية متطلبات لازم تبقى موجودة في المنظمة. أولا لازم عندي معلومات دقيقة جدا عن الطلب المستقل، يعني زي ما قلنا قبل كده في المثال السابق، مطلوب مني تسليم 1000 كرسي من الطراز C في سنة 2020. لازم كمان يبقى عندي في إدارة تخطيط الإنتاج معلومات دقيقة جدا عن احتياجات أو متطلبات تصنيع الكرسي من الطراز C، اللي هو مثلا هنقول في قاعدة واحدة، في ظهر واحد، في 4 أرجل، في 2 يد. ونفس الكلام يبقى القاعدة هنا، قاعدة الكرسي أو الظهر، محتاجة ربع متر جلد مواصفاته كذا، محتاج سفنج كثافته كذا، محتاج غير قد كذا، محتاج مسامير كذا إلى آخره. يبقى الكلام عندي هنا واضح جدا من حيث المواصفات والكميات. معاها كمان لازم يبقى في حاجة، معلومة مهمة جدا، امتى هشتري الحاجات دي ووقت الشراء قد ايه، امتى هصنع الحاجات دي ووقت الصنع قد ايه، عشان احط خطة تصنيع او شراء جاهزة عشان ما اتأخرش عن تسليم الطلب للعميل. الكلام ده يتطلب استخدام الحاسبات الالكترونية في كل عمليات المنظمة، وما ينفعش يبقى عندي حاسب الكتروني ويتعامل مع نظام المخزون باسماء اصناف المخزون، ولكن لازم يبقى فيه نظام كودي لاصناف المخزون. ده كمان يتطلب التنسيق بين كل ادارات المنظمة عشان العمل يتم بصورة سليمة. وطبعا لازم يبقى فيه تنسيق بين إدارة التسويق وبحوث التسويق والنقل والإنتاج والمشتريات والمخازن إلى آخره. عشان أطبق نظام تخطيط الاحتياجات من المواد أو MRP، يبقى لازم يبقى فيه شوية متطلبات. أولها لازم يبقى في إدارة التسويق عندي معلومة مؤكدة عن الطلب، معلومة دقيقة مؤكدة، زي ما قلنا في المثال السابق، يبقى زي مطلوب مني تسليم 1000 كرسي من الطراز C في 1/7/2020. بحول الكلام ده لإدارة تخطيط الإنتاج. إدارة تخطيط الإنتاج عندها على خريطة الإنتاج معلومة بتقول إن هذا الكرسي من الطراز C بيحتاج ظهر واحد وقاعدة واحدة و4 أرجل و2 يد، وبرضك في مواصفة أخرى تفصيلية أكثر لقاعدة الكرسي، اللي هي محتاجة ربع متر جلد من طراز كذا، قد ايه سفنج كثافته كذا، قد ايه غير، قد ايه مسامير الى اخره. بفضل اعمل الكلام ده لغايه اظهر جزء في احتياجات العمل. الكلام ده يتطلب مني استخدام الحاسبات الالكترونيه او الكمبيوتر في عمليات المنظمه، وما ينفعش يبقى عندي نظام حاسب الي او كمبيوتر في الشركه ونتعامل مع اصناف المخزون باسمائها. لا، احنا هنا بنحول نظام المخزون الى نظام كودي، بالاضافه الى ان ضروره التنسيق بين ادارات المنظمه وخاصه ادارات التسويق والمشتريات والنقل والإنتاج والمخازن إلى آخره.